أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً بكم في أخبار البطاطا، بطاطا برودكاست. لا زالت الاحتجاجات مستمرة بشأن موجة الغلاء التي عمت أرجاء العالم، مما أثرت سلبياً على ذوي الدخول الضعيفة والمحدودة. أعزائي، إليكم هذا التقرير. يا أخي ما يصير يا أخي، يا أخي ذبحنا الغلا متنا يا أخي. أروح أدش الفرع اللي جنب بيتنا كني داش محل ذهب يا أخي، أروح آخر الدنيا وأفتر بالجمعيات ومن أغلى الأغلى. ما يصير يا جماعة، طالعونا متنا، الدنيا نار ولعت نار يا جماعة. تفضل بفنجان. يزيد فضلك إن شاء الله. شوي خلص الفنجان. طبعا احنا الحمد لله بخير ونعمة، بس في شغلة واحدة صراحة مضايقتنا، لو يمنعون مرور الشاحنات داخل المناطق السكنية وبخير ونعمة والحمد لله، ولو يسكرونها اعوذ بالله، الله يعزكم ويكرم السامع، البواليع اللي اغطيتها من دون راحت، او يحطون كل بالوع عليها حارس عشان لا تحجي الجهال داخله. والله واحد من الجماعه ثلاث جهال طاحوا له بالبالوع. ولو بعد ينزلون اسعار الايفون، عيالنا ذبحونه، يعني مو معقول الايفون 220 230 ويطلعون ابيض الحين. والله نتمنى انه، وبعد شنو، في شغله صراحه ملاحظ، ولا احنا بخير ونعمه صراحه، بس لو يبنون شويه مدارس ومستشفيات والحمد لله، والاخوان وما بيننا شيء الحمد لله وبخير ونعمه، بس لو يحطوننا بعد كم فرع جمعيه ويكثرون من هالبغالات، ويعني ويساعدوننا شوي وينزلون اسعار التكييف. اعطني يا ابني انا. وينزلون اسعار المنتزهات البحريه واسعار الشاليهات. والله ما ادري وين نروح للجهال، صارت اعوذ بالله في دول صارت فيها مشاكل، عسى الله يستر علينا وعليهم. ما ادري وين نودي الجهال، ما عندنا غير تايلند، مو معقول نودي الحريم تايلند. نبي هني ينزلون اسعار الشاليهات، مو معقول الشاليه باليوم 300-400 دينار. ف ولا احنا الحمد لله بخير ونعمه، ونبي بعد في شغله ثانيه والله، يعني يا ليت مثلا ينزلون اسعار المكالمات، ولا بس لا بس خلاص خلاص خلاص. ولا الحمد لله بخير ونعمه، ونبي بعد شنو يساعدونا مثلا موضوع سلامات يا ولد، انا اسف. ولا احنا بخير ونعمه، وصور الرجال ترى ما فيه الا العافيه، ويعطيكم العافيه. واطلب اغنيه يعني غريب الناس. عزيزي عميل البنك، تم ايداع راتبك في حسابك بقيمه 1320 دينار. رصيدك الحالي هو 0 دينار. أعزائنا، نرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور سالم سلمان. أهلا فيك دكتور. دكتور سالم، أبي أسأل سؤال. أنا بعرف شغلة واحدة، ليش هالغلاء هذا بالعالم؟ يعني مجرد أن احنا ندش الجمعية نطلع جيوبنا خالية. يعني دكتور، كل هالتضخم العالمي لا علاقة بالغلاء الحالي؟ هو ايش فيك الحين؟ شكو التضخم الحين؟ جمعياتنا شابه ضوء، تقول تضخم؟ دكتور، في كثير من الدراسات على الانترنت ذكرت حلول كثيره للتعاطي مع هالمشكله، اقصد تعاطي الناس، ايش رايك؟
تعاطي عاد عدل الجملة. جاوب دكتور. أنا أقول أن نقنن من مشترياتنا عشان نتقلب على هالمشكلة. نقنن؟ يعني حتى مشترياتنا نحط لها قوانين؟ يعني نحط ضوابط حق تسوقنا. بالضبط، يعني كنا نشتري 50 صنف 50 دينار، خلونا نشتري 10 صناف بنفس القيمة 50 دينار. ليش هذا التبذير هذا؟ ليش يا دكتور؟ احنا نحب المهايط. دكتور سؤال أخير. عفوا قبل سؤالك أنا ودي أسألك، أنت ليش تكرهني؟ ولا هذا شكلك؟ فاصل ونعود. لحظة لحظة، أنا ما سويت شيء، أنا ودي أسأل. ما قلت شيء ها؟ إحنا رادين بعد قليل، انتظرونا وانطرني أنت بعد. ما عندي مانع. ويسرنا بهذه المناسبة أن نقوم بتكريم رجل أفنى عمره في خدمة الوزارة أكثر من 35 سنة، كان خلالها مثال الموظف الكفء والمخلص، واليوم جاء دور الوزارة لتكريمه بعد تقاعده. حيوا معنا السيد فارس فؤاد. هذا المدير؟ إيه تفضل. بعد شوي. طال عمرك، مشكور مشكور. الله يعزك طال عمرك، ما قصرت. والآن يستلم الشهادة. وقلادة التكريم. وتقديراً لجهود السيد فارس في خدمة الوزارة طيلة العقود الماضية، قررت الوزارة تقديم هذه الهدية القيمة له. مبروك. الله يبارك فيك. يلا يلا قبل لا يهونون. يلا ألف مبروك يا أستاذ فارس، أنا أهنيك على هالتكريم هذا وأقول لك ألف مبروك. ممكن كلمة تقولها حق الملايين من البشر اللي بيسمعون كلمتك هذه، تفضل. الله هذا خرحني والله، قلت يمكن بياخذ مني صندوق الطمار. طبعاً أنا أشكر كل المسؤولين والشركة اللي ساندوني طبعاً وقفوا وياي في مثل هذا اليوم. وأنا سعيد صراحة، سعيد 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 إن المسؤولين ما نسوا الأيام والليالي والشغل والوقفة والأخوة والزمالة. أشكر أشكر الله بارك فيك. فضل كم 35 سنة بيأخذه. والله الحمد لله أنا أشكرهم، وصراحة أنا سعيد جدا جدا، واليوم أهدي هذه طبعا الهدية إلى كل زملائي وإلى التاريخ وإلى زوجتي أم العيال وولدي، إن شاء الله يمشي على خطاي والله يرزقه، يمكن يعطونا صندوق طماط عشان نسوي سلطة أو بصلة أو شيء. الحمد لله. يا 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 والله أنا أتحدى في طماط؟ مدير أعمال أنت؟ مدير أعمال طل؟ ليش معصب؟ ليش؟ ليش متنرفز؟ يا أنا أتحدى في طماط آخر عمري؟ أنا هذه نهايتي، خلص آخر سنة، آخر سنة بس بس. يا بصوب واللي هال اثنين يعني مسوين حركة، يعني بدال الطماط كاتشب يعني غير. بس هذا مشكلتك يبقى بسيطة يبقى. أنت ليش منافز؟ ليش معصب؟ يا تدي أنت قبل أيام زمان كانوا يحذفون المطربين بورد، باقة ورد، ورد مو بطماط. أنت ما تدري والله فقير والله مسكين أنت. يبقى الطماط الحين غالي، وأنت غالي، والجمهور كثر محبتهم لك حلفوك بالطماط. صدق؟ ما والله ما كنت ادري. انا الطماط غالي. هاك هاك طماط، هاك طماط هذا زين، هذا زين.
هذا زين. هذا شوف والله جنيتك صافية لأنك تحبني وايد. والله إنك سمولة تحلهم ملفوفة تشيس على الطماط. يا مالك زين. لا إيش فيك؟ أخ واحد محصل طماط. يا هذا زين. أي والله فقير أنت مسكين. ان شاء الله مره ثانيه انا بعد بجيب طماط واحذف فيك. انت الحين قاعد تستهلك ساعه طماط غالي. شنو كم الطماط؟ شنو الطماط الحين كرتون 10 دنانير؟ شنو اشوي؟ لا 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 لا, لا. انا اقول لك صدق عشان كذي والله. انت شوف هذا بروزه. لا تقطه مني ومني. حط البرواز عشان ذكرى ليوم تاريخي ان انت حذفك طماط وست هذا مشهور. شنو محذفين بتذاكر؟ لا انت الحين طريق الشهرة فتح لك الحين. طماط ها؟ خلاص فتح لك الحين الحمد لله. انا ما راح اقسل قطتي. تمام كذي بنام كذي. انا بنام كذي. لا كذي انا تمام ما كنت ادري. خلاص بيع طماط احسن من نغني. ها يلا نطيح له. ايش قوم خلنا نبيع طماط.